السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم مزيانه؟ نتمنى لكم تكونوا مزيانين وبخير. اليوم جيت نقترح عليكم الطاكوس بالكفته، كيجي لذيذ. ولا اول مره كتزوروا قناه ام خوله، مرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش الجرس باش يوصلكم جديد ديالي. بالنسبه لمقادير هذه الوصفه، كنحتاجوا الكفته، كنحتاجوا البصله مقطعه رقيقه، كنحتاجوا المعدنوس، الثومه محكوكه. بالنسبه للعطريه كنحتاجوا الابزار، سكينجبير، الخرقوم، التحميره بابريكا، والملحه، وملون زعفران. وكنحتاجوا زيت الزيتون والزيت العاديه. كنخلطوا البصله مع الكفته مع المعدنوس مع الثومه، كنديروهم فوق نار كيتقلاو، كنزيدوا عليهم العطريه. كنزيدو شويه ديال المطيشه المصبره، انا نسيت ما ذكرتهاش. كاين عندنا الخس مقطع، كاين مطيشه، كاين الفرماج، كاين الكفته بعد ما وجدناها، الفريت بعد ما تقلى، كاين خبز الطاكوس، كاين خليط نتاع الصوص نتاع الكيتشوب مع صوص الجيريان. وكنخدموهم بهذه الطريقه. Thank you.
بعد ما سالينا كنديروهم في الاله نتاع الطهي. هذه هي الوصفه نتاع اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.